هذا الحدث هذا جاء لتلبيه النداء او البيان الصادر يوم 17 جلبير 2023، مفاده هو الاحتجاج عن التعويضات على الحراسه، كيفيه احتساب التعويضات على الحراسه بالصيغه الجديده، وايضا التعويضات على البرامج الصحيه، وايضا الملف ديال العداله الاجريه. كيف كيعرف الجميع بان الممرضين هم العمود الفقري للمنظومة الصحية، وكيتقاضاو واحد التعويضات اللي هما تعويضات حراسية ديال الحراسة هزيلة جدا، لا ترقى بمستوى التطلعات لهذه الفئة المرابطة في مختلف المصالح الاستشفائية بربوع المملكة. كاين واحد مسلسل نضالي مسطر، في حالة لم تستجب المديرية الجهوية لهذا المطالب هذا، هناك تصعيد إن شاء الله غادي يكون خلاف هذا الوقفة هذه. كنا درنا واحد المراسلات عده للمديريه الجهويه بخصوص التعميم ديال التعويضات على الحراسه والالزاميه، حيث تم اعتماد ديال 3800 درهم كمغلب مبلغ صافي كمده لثلاثه الاشهر، ولكن كنلقاو المديريه الجهويه للصحه في جهه الدار البيضاء كاين واحد التعنت وتعسف، وكاين ما كتلقاش الاستجابه ديال المراسلات. ريحنا مبدئيا شحال هذه مده مع السيد المدير الجهوي، وقال بانه غادي يدير حوارات مستقبليه باش يريح مع الفرقاء الاجتماعيين باش يشوف واحد الصيغه موحده ويعتمد هذه الصيغه مستقبليا، ولكن كما كنشوف شحال هذه مده عامين ما يزيد عن عامين تقريبا، وباقي ما كاينش هذا الملف، باقي ما تحلش على مستوى الجهه، خصوصا هذه هي الوقفه اللي جات كمطلب اولي، ومطالب العامه الوطنيه راه كتجلى في تحقيق العداله الاجريه اللي كان وعد حكومي ديال السيد رئيس الحكومه اللي من المنبر كنوجهوا ليه رساله لا يفوق على بزاف ديال الرسالات وجهنا ليه، وباقي ما كاينش استجابه بانه خاش كان مطلب من ضمن البرامج برنامج حكومي انه تسوي ان الممرض غادي يتقاضى ابتداء من 8000 درهم كعداله اجريه في ظل هذا الارتفاع ديال الاسعار اللي كنلاحظوا.